ايه اللي هالجرس لشوف دقه؟ مين؟ تفضلوا يا جماعة. يلا. شو تفضلوا؟ ما بيصير يا أخي، في حريم بدنا نتغطى. سامع سيدي سامع، عم بيتمنعوا عن إدخالنا. طولي بالك شوي، الشغلة ما بدها هالضوج. روحي تغطي اختي روحي، نحن جايينكم من البلدية لحتى نكشف على البيت. ليش بدكم تكشفوا على البيت؟ ليش شبوا البيت أخي؟ ما شبوا شيء، بس في شكوى عليكم مقدمة إنه عم تغيروا مواصفات البيت، ونحن جايين مشان نتأكد. مو صحيح يا أخي، نحن عم نصلح البيت. سامع سيدي سامع، حي جننوني، شفت بحياتك أجعر من هيك؟ يي أنا جرى؟ أنا جرى؟ أنت واحد مثلك الجير، تفوق عليك يا عبي الشوم. عشنا وشفنا هالأيام اللي صاروا رجال فيها يتنططوا على النسوان ويطولوا لساناتهم عليهم. طولوا بقى. أنت شو لك علي؟ أه؟ شو لك علي؟ شو في بيني وبينك حتى تقول لي جرى ولا ما لي جرى؟ أه؟ شبك أم حاتمة أباوي؟ أنت شو لك بهالقصة؟ أم أحمد مأجرتك ما؟ أنا أباوي؟ لك أنا أباوي يا طشت الحمام؟ أنا طشت حمام؟ أخ لو مالك محتمي بالحكومة بس. أختي طولي لنا بالك شوي، الشغلة ما بدها هيك، خذي لنا طريق خلينا نشوف شغلنا. سامع سيدي سامع، سامع شو قالت لي؟ قال انا طشت حمام، انا طشت حمام يا مدقة التوم. ليه؟ شوف اخي، شوفي اختي، يا بتوقفوا انتوا اثنين عند حدكم، يا اما انتوا اثنين اخذكم على المخفر، ما لنا عم نلعب هون، الله يخليكي خذي لنا طريق وخلينا نشوف شغلنا، ما لنا مطوبين الكم بس. اختي، خذي لنا طريق، خلينا نشوف شغلنا، عنا اشغال تانية. تفضلوا اخي. تفضلوا شوفوا يلي بدكم اياه، بس ما سمعت شو قال لي؟ قال انا بدأت التوم لك كل على طول وبدأت التوم. الله يخليكم، خلصنا بقى، خلصنا فظاعة. شو هاليوم هاد؟ شرفي قدامي لشو؟ تفضلوا. تفضلوا سيدي، تفضلوا. تفضلوا. تفضل. شرفوا سيدي. شو اخي؟ شفتوا شغلكم؟ تأكدتوا من كلام هالمفتري هاد؟ معلش اختي، طولينا بالك شوي. ايه شو عليه؟ بطول بالي. أوي خيرية وساعة رضا. وحظ رقبتي كانوا مبلشين بالتغيير. لك أنا شفتهم بعيني هاي. لك أنت يا حرمي، مو بلسانك قلتيني إنه بديك سبو أوضة بالبيت؟ أه يا مفتري، أنا أيمتى شفتك؟ أيمتى شفتك حتى آخذ وأعطي معك؟ آه يا أخي لا تصدقوا، أنا بحياتي ما شفته ولا وقعت عيني على سحنته. لك يا ضلالية، أنت ما شفتيني؟ لك أنا ما جيت لهون، وبالعلامة كنت هون قاعدة على الطاولة عم بتخيطي هون على الطاولة. شو مكتشف اكتشاف اني عم اخيط؟ لا تصدقوا يا اخي، صحتين وهنا. بيكون سمع من برا انه الجماعه ما يصلحوا سيئات المجلى، لقاها حجه مشان يتبلغ الجماعه. هو كل همه انه يطالعهم من البيت، عبال ما يكون ممنوع لانه عم يصلحوا له بيته المهرهر. طمعان سيدي طمعان، بده اجره سياحي. لا تسمع كلامها سيدي، هي مره خرفانه. انا خرفانه؟ لك انا خرفانه؟ واحد مثلك اللي خرفان. إيه 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 أنا, انا 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 خرفان. هلا لا تبلشوا من اول وجديد. شوف اخي، الحقيقه بعد المعاينه تاكد لنا انه ما في شيء بياكد التغيير ابدا اطلاقا. بتاتا الهي يخليك لامك ويبعث لك مره على طولك. انت ابن حلال، ابن حلال، سمعت سيدي؟ حس حالي عالي، في شهود. وين بنت الام احمد؟ انت شو بدك فيها سيدي؟ قل لها تنادي لها واسمع بدنا. يا سمر يا سمر، تعي خالتي، تعي شوي، تعي ردي على المفتري شوفي شو بده. خير خالي، شو بدك؟ اختي ما في داعي، نحن مالنا بمحكمة هون. لا اخي، انا بدي اياها تحط على عين هالمنظوم. عمو سمر الله يرضى عليكي، احكي الصدق، انا اول امبارح لما جيت لعندكم لهون مو كنتوا بلشين تقززوا البلكون مشان تعملوه مطبخ، والمطبخ تحولوه لاوضه؟ ليش انت اجيت لعنا يوم الخميس؟ شو؟ انا ما جيت لعندكم يوم الخميس؟ لك راح طاق، شو فاكريني مجنون؟